السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا ومتابعي الجزيرة البشر في هذه التغطية المستمرة من سوريا. طبعا في أحوال يعيشها النازحون، أحوال معيشية صعبة طبعا في ظل دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار طبعا على المخيمات وعلى النازحين في الشمال السوري. اليوم نستهدف عدد معين من الأرامل الذين هجروا من مدينة حمص في هذه الخيمة وفي هذا المخيم المتواضع طبعا بريف إدلب الشرقي، تحديدا في منطقة سراقب. طبعا هؤلاء الأرامل طبعا هم عددهم أكثر من 45 أرملي متواجدين في هذا المخيم، يعيشون أحوالا متفقمة الصعوبة، لا إغاثات. طبعا كما تشاهدون هذه الصور الآن تشرح معاناة هؤلاء الأرامل هنا في هذا المخيم. سنتحدث مع عدد منهن لتكلمنا عن وضعهن في هذا المخيم. يعطيك العافية خالة. أهلين خالي. والله يا خالي احنا أرامل ومن حمص وما عندنا لا مصاري لا هدوم لا شيانة، والله تعبانة حالتنا صفر، وأرامل والله يساعدنا وولادنا مصلخين حتى لبس ما عندهم، حالتنا تعبانة، لا زيت لا سكر لا سمن لا شيانة، والله تعبانة حالتنا. طيب خالي، يعني هذا الخيمة اللي عايشين انتم فيها، طبعا احنا حاولنا نجمع عدد من الأرامل في هاي الخيمة لتجسد هذه المعاناة. طبعا شاهدنا عدد من المخيمات او عدد من الخيام لا يوجد فيها مدافع او لا يوجد فيها شيء طبعا يدل على شيء نوع من الحياة او المعيشة. والله يا اخي كل شينا صعب، والله ما عندنا شيء، يعني والله ما عندنا غير رحمة الله، تعبانين وحالتنا حالة جد. نروح نعفر زيتون تنفيح، انت نروح نشترينا شوية خبز ونشترينا شيان، وحطب ما عندنا ومازوت ما عندنا، صوابي ما عندنا، والعجان دحجولها كلها مرضانا وكلها انهار، احنا شايفين نركض احنا وهالنساوين، والله حالتنا تعبانة يا اخي، والله العظيم تعبنا. أي والله الله يفرجها على أمة محمد، والله قاعد نبكي ونمشي بهالدمع، العجانة تبكي هي كلها أيتام وكنا مرضانين. خالي يعطيك العافية. هلا خالي، بتحكي لنا أنت أرملي، كم عدد أسوتك؟ أولادي الحزاني عندي 4 وبيهم 5. والله حياة يعني شو أزلمتي، هذا النظام. شو عمرهم؟ واحد عمره 8 سنين، واحد 10 سنين، واحد 13 سنة، والبنية. انتوا كلكم عايشين بخيمة وحدي؟ ايه عايشين، وهذا الوليد معايا، يعني هذا اصغر شيء عمره شيء 3 سنين. وضحي لنا الحياة اللي عايشينها بهاي الخيام اللي طبعا ما فيها مدافع، ما فيها شيء يدل عن حياة شخص من البشر. يعني شو والله حيشاك غير البهايم ما تقعد بيها، يعني شو حالة صعبة، دهش الطين، يعني ما أبو حياة عيسى الصفر، إيش بدنا نساوي؟ خلي خلال هذا الجو طبعا البارد، الانخفاض في درجات الحرارة، طبعا الجو كان غائم، ماطر، برد قارص، كيف حبت تمارسوا حياتكم المعيشية داخل هذه الخيام المتواضعة؟ إيش بدنا نساوي على الله، نروح تحت المطر نروح نلقط حطب لنجيب، وما أبو نروح نعفر شوية زيت ولا نجيب ربطة خبز، هاي الحالة هاي. طيب خلي الكل يتحدث عن المعيشة، عن الخبز، عن الطعام، من المسؤول؟ وين المنظمات؟ المنظمات المجتمع المدني، منظمات الإغاثية طبعا، وين المنظمات؟ ما شفنا لا منظمات ولا شفنا شيء، يعني هذا جابوا لنا خطرة شي شهر على شهر خبز شي 20 ربطة ومنعد ما جاب. ما كانت كلها، كانت بس هي نحن والبيت هذا والفوقاني، وصارت الحزة هذا دحش كومة كلها أرامل، هاي كلها أرامل كلها، وأكثرها رضع، يعني هذا شنو 2 3 إيش يعني من يجيب، والله أكثر المرات تصير تباك أطفال. طبعا الحياة المأساوية التي يعيشونها هؤلاء النازحين هنا في هذه الخيمة وفي هذا المخيم. خالي يعطيك العافية. الله يعافيك. خالي انت عم تدخل الان على النار، انكم شايفين طبعا الموقدي شغالي داخل الخيمة، تجعلوها من طبعا من موقدي ومن مدفأة.
لأن الحياة تعبانة والله، وهالحس كنت بالحطب ونحطب بالمطر وبالبرد ونعفر زيتون لحتى نجيب الخبزات، وصار لي شي 4-5 أيام أدين الخبز بالدير، وحياة صعبة وحياة تعبانة، بدنا مواد غذائية، بدنا مصاري، بدنا خبز، بدنا صوابي، بدنا بوابير، بدنا كاز، بدنا مازوت، بدنا خشب. طيب خلي الكل يشتكي. من المسؤول عن هذه المخيمات؟ أين لجنة المهجرين تبع حمص المسؤولين عن مخيمات حمص، عن أرامل حمص؟ أين هي المنظمات المجتمع المدني التي الآن من المفترض أن تكون في هذه الأجواء الباردة أن تتنقل بين المخيمات، أن ترى معاناة الناس، أن تقدم لهم العون؟ والله ما أعرف. يعني نسوان أرامل وعندها أطفال بدهم حليب، كل 3 أيام يعني الطفل يشرب هاي العلبة، منين الواحد بده يجيب؟ حياة تعبانة والله، حياة تعبانة كثير. شو بدي أقول لك يا أخي؟ خلي شفتك طبعا عم تغصي شوي، عم والله معي رب وقح ومن هالبرد وهالدخان يا أخي. كيف خالي؟ والله حياتي مثل حياتك، نفسه صاير عليها صاير علي نفس الشيء. شو بدي أقول لك؟ والله إيه، من الموت عايشين بالوحل، وجينا هنا ما على أساس ما أبو وحل، جينا سكننا هنا على اساس ما ابو وحل. طيب الاطفال هي عم بتكح، تكح من البرد. والله ما جتنا، والله ما زارتنا، والله ما زارتنا. كل نهار قال معي ربو، والله اني معي ربو. ليش الحز اقول لك على الدخان هذا اللي تجي السياره تاخذنا على المشفى؟ والله شرد انسى يا اخي، تجينا السياره تركبنا على اساس جينا لهنا ما ابو وحل، انه نفس الشيء. تجينا تجي منظمه تصور وتروح على اساس تجيبونا، ما جابونا، ما عندنا شيء، ما نشوف هذا. دخلنا إلى هذه الخيمة لكي نريكم متابعينا الكرام، متابعينا الجزيرة مباشر، عن وضع الناس والنازحين الذين يعيشون من أرامل ومن مهجرين في هذه الخيمة وفي هذه المخيمات. والآن سننقل العدسة إلى اليسار لنريكم ما يحدث الآن في هذا المخيم من بحيرات طينية. طبعا إذن الأرض موحلة كما تشاهدون. هذه العينة من الأرامل الذين يعيشون في هذا المخيم، هم عينة بسيطة في هذا المخيم. سنلتقي مع أحد من الأشخاص الموجودين هنا في هذا المخيم كي يحدثنا أكثر عن تفضل. عم السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عم احنا اليوم تحدثنا مع عدد من الأرامل طبعا في هذا المخيم عن حياتهم المعيشية. انتم كرجال متواجدين قليلين في هذا المخيم، هل حاولتم ايصال هذه الفكرة او هذه العينة عن الحياة المعيشية لاحد من المسؤولين في هذه المنطقة بقرب مدينة سراقب؟ والله يا اخي حاولنا كذا مرة، ما كان يجينا خبز، مثل كان يجي 20 ربطة، ومن شهر شهرين ما اجانا شيء، والناس عم تروح تعفر زيتون لا تشتري ربطة خبز تأكل، وهاي الأرامل لا فيها تشتغل ولا فيها تطلع ولا فيها تروح، يعني أطفال صغار عندهم، يفرجها الله علينا وعليكم إن شاء الله يا أخي. يعطيك العافية. الله يعافيك يا رب. طبعا متابعينا الكرام، متابعي الجزيرة مباشر، كنا معكم في هذه الجولة وما زلنا طبعا نتحدث عن معاناة النازحين في هذه المخيمات العشوائية هنا المنتشرة في الشمال السوري، ونحن الآن متواجدين في المنطقة بالقرب من منطقة من مدينة سراقب، طبعا في مخيم عشوائي يتألف من 40 أو 50 خيمة من خيمي يتواجد فيهن في هذه الخيم عدد من الأرامل. طبعا هم بحاجة إلى جمعيات إغاثية أن تلقي أنظارها عليهم في هذا المخيم. طبعا الحياة المعيشية صعبة جدا، الأرض موحلة، الأجواء ماطرة وباردة جدا طبعا، ومن المتوقع أن يكون هناك منخفض جوي يجتاح هذه المنطقة. الأطفال شاهدنا في هذه العدسة وأثناء البث المباشر طبعا هم طبعا يسعلون بشدة بسبب البرد، بسبب أنه لا يكون هناك في هذه المخيمات أي مدفأ. شاهدنا كيف يطبخون على موقدة داخل خيمة، الدخان طبعا يتصاعد داخل الخيمة، ليس هناك مدفأ. كما تشاهدون الأطفال كيف يعيشون، نترك هذه الصور لكم من هنا من هذا المخيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.